ولمزيد من التحليل تنضم إلينا من رام الله الدكتورة تمارة حداد الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور تمارة. التساؤل الأهم الآن، ما الذي يريده الاحتلال من خلال تجميع الفلسطينيين في مكان واحد مدعيا بأن هذه هي المنطقة الإنسانية ثم يقوم بقصفهم؟ ماذا يريد؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. الكيان الإسرائيلي يريد أن يرسل الرسالة أن مهما كان هناك استمرار تعمد لحركة حماس بأن عدم أن تتنازل عن الشروط التي تريدها أو الإملاءات الإسرائيلية، فإنها سوف تستخدم أسلوب القصف الجوي والإبادة الجماعية. هي تتذرع أن هناك مركز للقيادة والسيطرة لحركة حماس، وهي تستخدم هذه الذريعة وفرصة، وتستخدمها طبعا إعلاميا وشعبيا للداخل الإسرائيلي وأيضا للعالم الخارجي. تريد أن تشير أن هناك ما زالت سيطرة، سواء كان سيطرة عسكرية أو سيطرة على مستوى إدارية سلطوية لحركة حماس في أرض قطاع غزة. وأعتقد أن الواقع الإسرائيلي يعني لن يتفاوض مع حركة هو يريد القضاء عليها. يعني يجب أن نضع هذه المعادلة نصف أعيننا، أن الكيان الإسرائيلي عندما وضع هدفا متمثلا بالقضاء على حركة حماس فإنه لن يتفاوض معها، ولكن يستخدم الآن سياسة التفاوض من أجل التفاوض، من أجل كسب الوقت، من أجل أن تكون مناورة لتحقيق الأهداف التي يشير إليها، وهي القضاء كليا على البعد العسكري تحديدا لحركة حماس. والهدف الأكبر وهو أيضا تحقيق أهداف أخرى متمثلة بتقليل عدد السكان. عندما يكون هناك قرابة 200 خيمة داخل بقعة تعتبر آمنة، وهي تعتبر يعني إنسانية، منطقة إنسانية للمواطنين الفلسطينيين، ويتم ضربها وقصفها بصاروخ، وهذا الصاروخ له أكثر من مواصفة، هي تعتبر هذه المادة التي تم ضربها للخيام والتي أودت بحياة من عائلات وضحايا، تقدر الخيام من 20 إلى 40 خيمة أصبحت الآن مدفونة تحت الرمال. هذا الصاروخ يعتبر يسماه مارك 84، هذه القنبة تم استخدامها في حرب الفيتنام، ولكن تم تطويرها، كانت هي تسمى MX-80، تم تطويرها إلى MX-84. هذه القنبلة ليست هي دقيقة، هي غير موجهة، بمعنى أنها تقصف يعني المدني وأيضا الهدف الذي تريده إسرائيل تقصفه بشكل عشوائي، هذا من جانب. وهذه القنبلة تستطيع أن تخرق 15 متر تحت الأرض وأيضا بعمق 11 متر، بالإضافة أنها تحمل رؤوس هي تحطم، يعني بمعنى أن تستخدم الحطام المميت بشكل مباشر، بمعنى أنها تتأكد عند استخدام هذه القنبلة الغير موجهة تستخدمها للتأكد من الهدف الذي تم قتله، أو حتى على مستوى المدنيين إذا تحدثنا، كون أن أغلب الضحايا بالفعل هم مدنيين أطفال ونساء. وناهيك أنها تستطيع أن تخرق هذه القنبلة ذات الرؤوس الحربية المتعددة الاتجاهات، تستطيع أن تخرق 36 سنتي من الترسانة الحديدية أو الخرسانة الحديدية. إذن يستخدمون البعد، ما زال القصف الجوي، يستخدمون ضمن سياقاتهم يشيرون إلى أن هناك تم تجميع معلومات أمنية استخباراتية، لكن أعتقد أن الهدف الأساسي تقليل عدد السكان، والهدف هو القضاء على البعد الديموغرافي للشعب الفلسطيني. فهي أيضا تضغط على حركة حماس لأن تتنازل. وناهيك أن المتحدث باسم الوزير الخارجية الأمريكية، المتحدث أيضا البيت الأبيض، سواء كان بغض النظر عن المتحدثين تحديدا كيربي اليوم ألقى اللوم أن حماس هي العقبة الوحيدة لترسيخ هذه الصفقة. إذن هناك اتفاق ضمني أمريكي واتفاق ضمني بين الإسرائيليون أن يتم الإشارة أن حركة حماس هي المعوق الأساسي في ترسيخ هذه الصفقة. من يشير إلى هذه العبارة إذن هو لا يريد التفاوض ولا يريد أن يتم ترسيخ صفقة، إذن هو مستمر في مجزرته ويستمر في مقتلته، تحديدا على ما يبدو أن حتى 6 أشهر قادمة سوف تستمر على وتيرتها. الآن هم دخلوا المرحلة الثالثة متمثلة بالعمليات النوعية التي تؤدي إلى قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين تحت حجج وذرائع أن هناك فرصة في داخل وهناك ذريعة يتواجد بين المواطنين، لكن سوف يدخلون المرحلة الرابعة وهي الأصعب على أرض قطاع غزة. المرحلة الرابعة سوف هي تستخدم في سياقاتها مرحلة الضم والاستيطان، والتي تقدر عملية استقطاع الأراضي ليس 20% كما يتم الإشارة، هناك حسب الخريطة النهائية تم استقطاع 36% من الأرض. أن ممر نتسارين تم توسيعه أكثر من 8 كيلومتر من كلا الاتجاهين، وتم تدمير البنية التحتية
والذي فصل المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، وما زال يخطط لإخراج البقية من المواطنين الفلسطينيين من المنطقة الشمالية. لهذا يعمل على تقليص مساحة المنطقة الآمنة إلى أقصى حد ممكن، هذه المنطقة التي وصفها بأنها منطقة إنسانية آمنة دكتور تمارة؟ نعم هذا صحيح، وهذا أحد الأهداف المهمة التي يريد أن يرسخها، تقليص المنطقة الآمنة، وهذا تم عملية مخططه بشكل تدريجي. اليوم ظهرت هذه الهدف في سياقات ما يحدث الآن في منطقة المواصي أو منطقة المواصي التي تعتبر آمنة، والذي تعتبر في سياقات عملية انتقالهم. لكن يوم أمس تم توزيع خريطة جديدة للمواطنين أن يتم انتقالهم إلى المنطقة البحادية للبحر، إذن هو يقلص هذه المنطقة الآمنة الإنسانية، يقلصها بشكل ممنهج. إذن هو هدفه صحيح يتم الإشارة الهدف القضاء على حركة حماس، وأنه لن يتم التفاوض مع حركة يعني يعتبرها ضمن سياق الخارجة عن الوضع الطبيعي، ويعتبر الكيان الإسرائيلي يعتبرها إرهابية، فكيف سوف يتم التفاوض معها؟ إذن الهدف الأساسي هو تقليل عدد السكان حتى يتم عملية عند نزوح الآخرين من المنطقة الشمالية، يعني أن يكون هناك عملية استيعابهم في هذه المنطقة. وهناك أيضا تم الطلب يوم أمس بعملية خروج جزء كبير من العائلات الفلسطينية من المنطقة الشمالية، أن يتم انتقالهم من المنطقة البحادية البحر من قبالة قطاع غزة، أن يتم تماشيهم إلى المنطقة الوسطى متمثلة بمنطقة البواصل ومنطقة دير البلح القراب أو المشاططة للبحر. إذن هم يقلصون بشكل متعمد، هم يقومون بعمل ممنهج مخطط في أرض قطاع غزة، استقطاع 40% من الأرض تحت حجة إقامة مناطق آمنة عازلة، هي من أجل البعد الاستيطاني وضم هذه الأرض، وأيضا تقليص المنطقة الآمنة عازلة من خلال تقليل البعد الديموغرافي السكاني، ومن خلال تعزيز مستقبل عند فتح أي طرق أخرى لأجل التهجير كفتح مطار راموت أو منطقة أو طريقة أخرى لتقليل عدد السكان حتى يتم ترسيخهم 800,000 مواطن حسب ما تم الإشارة بمخططاتهم الأخيرة. نعم دكتور تمر، ربما أشرت في سياق حديثك إلى نوعية القنابل التي استخدمت في استهداف المدنيين الفلسطينيين، قنابل تزن الفيرات لهذه القنابل التي أثارت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية حينما حجبتها الولايات المتحدة، ومن ثم بعد ذلك سمحت بها لإسرائيل، وهي تعلم بأن إسرائيل ستستخدمها في قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. ومن ناحية أخرى تخرج الولايات المتحدة لتتحدث عن جهود نحو وقف إطلاق النار و إبرام صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى، كيف يمكن تحقيق ذلك بموازاة ذلك؟ للأسف هذه ازدواجية المعايير، هذا عبارة عن أقوال ليس لها علاقة بالأفعال. الولايات المتحدة الأمريكية لو لم تقدم هذا الدعم لما حدثت هذه الإبادة الحقيقية. هناك اتفاق ضمني فعلي سري القضاء على حركة حماس كليا، وهذا يؤدي نوعا ما من قتل المدنيين في أرض قطاع غزة. لن يتم الخروج من أرض قطاع غزة إلا بتحقيق الأهداف التي أشار إليها. نتنياهو مصمم على تحقيق الأهداف، حتى ورقة الأسرى المحتجزين بالنسبة لنتنياهو غير مهمة، هناك موضوع شك في أن هناك اهتمام لنتنياهو لهذه الورقة. حتى لو وصل التظاهرات في الداخل الإسرائيلي 600,000 مواطن الرهان على الانقسامات الداخلية، هذا لا يعني أن يتم وقف الحرب على أرض قطاع غزة، لكن عملية واقع ما يحدث الآن في أرض قطاع غزة يجب إيجاد طريقة أخرى بالنسبة لحركة حماس. إسرائيل معروف تماما موقفها أنها لن تتوقف الحرب إلا بعملية استسلام حماس أو اعتقالهم أو اغتيال أو عملية التخلص منهم. الآن الركة الآن على حركة حماس إيجاد طريقة أخرى للتفاوض من أجل إنقاذ البعد الإنساني. يعني بنظري أن تثبت الشعب الفلسطيني على أرضه هو بحد ذاته مقاومة، سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة. هناك فكرة التهجير ما زالت قائمة في الضفة أو قطاع غزة، فكرة الحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زالت قائمة في الضفة أو قطاع غزة. على الأقل تثبيت المواطن على أرضه، تثبيت المواطن في وجوده على الأرض. العملية التي تحدث اليوم هي مقتلة لن تتوقف. حركة حماس هي الآن مسؤولة عما يحدث في أرض قطاع غزة، عليها إيجاد فكرة تفاوض ليس كما يتم التعامل بها. حركة حماس الآن جزء منها موجود خارج في خارج قطاع غزة، الذي يقتل اليوم هم الأطفال المدنيون الفلسطينيون في أرض قطاع غزة، الذي ليس لهم ذنب بما يحدث بكل الإشكاليات السياسية والإشكاليات التي باتت اليوم الكل يعلم تماما ما هي الهدف الأساسي بالمماطلة التي تحدث اليوم. إذن هناك مماطلة إسرائيلية
لا تريد أن تنزل عن الشجرة، وهناك أيضا حركة حماس تريد أن تشير إلى واقع يجب وقف الحرب. وقف الحرب لن تحدث، إسرائيل لن تتفاوض مع حركة لا تريدها في أرض قطاع غزة. يجب أن تفهم حركة حماس هذه المعادلة، يجب تسليم هذه الأمور لأي دولة يعتمد عليها، لأي دولة يعني تثق بها، أو حتى على مستوى حركات في الداخل قطاع غزة أكثر قربا للبعد الإنساني والشعب في قطاع غزة. دكتور تمارا، تحدثتي عن أن إسرائيل لن تتفاعل مع حركة حماس لأنها لا تريدها، لكن حينما تم طرح عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة هو أيضا ما رفضته إسرائيل في إشارة ربما واضحة لأنها تريد أن تبقى، تريد أن تكون هي ذات السلطة واليد العليا في قطاع غزة، ولا وجود لكيان فلسطيني سواء من حركة حماس أو من السلطة لإدارة القطاع، ليكون الفلسطينيون هم من يديرون أوضاعهم ومعيشتهم. أولا، إسرائيل تريد أن تحول قطاع غزة كما الضفة الغربية، هي لا تريد السلطة من مضمار سياسي، هي لا تريد حتى لا تتحول مستقبلا إلى دولة فلسطينية. هناك يمين متطرف لا يقبل بوجود السلطة، لكن إسرائيل هي لا تستطيع أن تبقى طيلة حياتها كحكما مدنيا، تحديدا الحكم المدني، لا تستطيع أن تدير إدارة الشعب في قطاع غزة. والدليل أن روابط المدن أو روابط القرى التي حدثت في الأعوام الماضية لم تنجح للشعب في الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يرفض أي قوة محتلة أو أن يكون هناك من يديرها إسرائيلي. إسرائيل تريد الآن الحكم العسكري الأمني في قطاع غزة حتى لا يتم مستقبلا أن يكون هناك تهديدات أمنية مستقبلية. الآن تحول هذه النقطة في قطاع غزة، تريد أن تحولها كما يحدث الآن في الضفة الغربية. هناك الضفة الغربية هناك حكم ذاتي، سلطة سياسية صحيح، لكن هو عبارة عن حكم ذاتي، حكمها على أفراد وليس حكمها على أرض. الأرض إسرائيل مسيطر عليها في الضفة الغربية، والآن الضفة تريد أن تحول هذا الأمر في قطاع غزة، أن تسيطر على الأرض ولكن أن تجد مستقبلا إدارة لها علاقة وفق الإملاءات الإسرائيلية، تحديدا فيما يتعلق بعد الأمني بمعنى البعد العسكري، يعني بمعنى أن هي تريد أن تتأكد أن أرض قطاع غزة لا توجد فيها قوة مسلحة تهدد أمنها. هذه معضلة الكيان الإسرائيلي، لكن أن تجد إدارة فلسطينية سوف تكون هذه الإدارة الفلسطينية، لكن من سوف تكون وكيف سوف تكون وكيف سوف تكون إدارتها، أعتقد أن هذا الأمر بحاجة 6 أشهر قادمة، بحاجة إلى حتى انتهاء المعركة الانتخابية الأمريكية، بحاجة حتى يعني قربة قد يعني قد يكون هناك عام آخر في هذه الحرب حتى يتم إعادة بلورة قطاع غزة وهيكليتها تضاريسيا جغرافيا ديموغرافيا وفق الشروط الإسرائيلية، وفق أن لا يكون تهديدا حقيقيا أمنيا على الواقع الإسرائيلي. كما أسلفت، سؤالك مهم جدا. نعم، هو بالفعل إسرائيل لا تريد السلطة ولا تريد حركة حماس، هي تريد أن تكون إدارة لها علاقة بالحفاظ على الأمن، وبذات الوقت أن تدير البعد الإداري والمعاشي بأن لا يكون يهدد أمنيا بالنسبة لإسرائيل مستقبلا. نعم دكتور تمارا، المتحدث باسم كتائب القسام كان قد تحدث من قبل بأن المحتجزين الإسرائيليين سيعودون في توابيت إذا استمرت إسرائيل في ضغطها العسكري على القطاع. هل تنفذ حركة حماس وعودها نتيجة هذه المجزرة ونجد مقتل الإعلان عن مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين؟ إذا تحدثنا بكل واقعية، يعني حركة حماس تعتقد أن ورقة المحتجزين هي ورقة قوية، ولكن يجب أن يتم وضع المعادلة أن الأسرى المحتجزين بالنسبة لنتنياهو أو بن كفير أو سموتريتش هي غير مهمة، لكن هي مهمة للمعارضة، هي مهمة لأهالي المحتجزين، مهمة للمؤسسات الاقتصادية الاجتماعية، مهمة للداخل الإسرائيلي. لكن هناك انقسام بدأ يعني يحدث في الداخل الإسرائيلي. نتنياهو يوجه الشارع من اليمين إلى اليمين المتطرف. نتنياهو الآن يحدث شرخا عميقا بتحويل إسرائيل من دولة علمانية إلى دولة يهودية، وهو يريد أن يرسخ هذا المفهوم. لذلك هناك صحيح أشكاليات ضخمة بات نتنياهو ينظر إليها أنها أصبح في مأزق حقيقي، لكن نتنياهو يعتبر هذا المأزق هو باستمرارية الحروب، باستمرارية التصعيد، قد يفتح استمرارية الجبهة في الضفة الغربية، وهذا ما يحدث الآن في العمليات العسكرية المستمرة، قد يفتح الجبهة الشمالية. نتنياهو لا يوجد هناك أي مأمن في تصرفاته تحديدا في أسلوب الحرب في كلا الأطراف أو كلا الجبهات، فبالتالي ورقة الأسرى بالنسبة لإسرائيل هي غير مهمة. لذلك ما أسلفت لك سابقا، حركة حماس
في عملية قتلها للمحتجزين أو عملية حمايتهم أو عملية الحفاظ عليهم بالنسبة لكلا الطرفين الخيارين بالنسبة لنتنياهو غير مهمة. الآن نتنياهو لديه خيار واحد وهو استمرار الخيار العسكري والضغط الحربي من أجل الضغط على المقاومة أن تتنازل. نحن الآن في معضلة كبيرة جدا، هذه المعضلة بحاجة إلى حلحلتها وهي معقدة بالفعل. هناك حماس تعتبر لها اعتباراتها ووجودها في أرض قطاع غزة، وإسرائيل أيضا تريد أن تحكم أرض قطاع غزة بمعنى احتلال مباشر وغير مباشر، فبالتالي حركة حماس تريد الوجود، ولكن كل هذا على حساب المدنيين الفلسطينيين الذي أصبح هناك مقتلة حقيقية لن تتوقف، الذي يشير أنها سوف تتوقف لن تتوقف إلا بتحقيق ما يصبو إليه نتنياهو وما يصبو إليه اليمين. هذا اليمين حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا ينظر إلى حركة حماس وكأنها غير موجودة الكيان الإسرائيلي، لا ينظر إلى أي أبعاد أخرى للفلسطينيون. الآن هو متماشي مع خطته الممنهجة في الضفة الغربية أو قطاع غزة. إذن يجب إيجاد استراتيجية جديدة لحركة حماس في التعامل مع هذا الملف، ليس كما تتعامل معه الآن اعتمادها على ورقة الأسرى. هي يجب أن تنظر أن هذه الورقة غير مهمة بالنسبة لنتنياهو. نعم، على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر على ما أفدتنا به من تحليل. كنت معي من رام الله الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، شكرا جزيلا لك.